صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ احنا في اكادير. انا كنبقى بلي زالينيا فومي، تحيه للدكتوره ناديه بوسير، كنبقى بهم كنعس بهم كنبقى بهم حتى كنفطر، لانه ما نورمالمون خصك تخليهم فمك من غير ساعه الماكله. كنت شحال هذه كنعملو مغرب في الليل، دابا باش يكون الريزلت احسن وحسن كنبقى بهم مده طويله. حتى انا نزولهم هاد الايامات ان شاء الله ونفيكسيهم. دونك جو مزيون في اكادير، فريد باقي نعاس، تاتا ناريمان مرات باباه فريد راها خدامه، هي ايديكاتريس كتنوض كتمشي تخدم. وسمحوا لي ما نقدرش نصور زعما العائله وداكشي باش نحترم الانتيميتي ديالهم، حيت كما كتعرفوا كاين اللي كيبغي يتعرف ويتصور وكاين اللي عنده مشكل خاصو يبقى داكشي ديالو انتيم. دونك اليوم ان شاء الله نخرج مع فاطمه. فاطمه راه تربت مع تاتا ناريمان وباباه فريد من الصغر، وربت شروق وايوب حتى هي خواته ديال فريد. واخا نلبسوه دابا ونخرجوا معنا سمر باش نتقدوا. دونك شروق اختو فريد من باباه، ولكن كاينش دابا كاينه في مراكش تبارك الله خدامه واحد بوست مزيون عندها في مراكش. وايوب واخا حتى هو باقي كيقرا هنايا، باقي ناعس حتى هو. دونك انا غنمشي مع فاطمه من السوق عندي معنا سموره ونتقدى شي حاجات اللي غادي نعملوهم الفطور ان شاء الله، وغنعملو لي ديش تشهيناهم وفعلا تا هو تشهيناهم ديش ديال الكفته ولا ديال الدجاج ولا بجوج، المهم نشوفو شنو تقدينا من بعد نعرف شنو غنعملو. يلا معنا حاجه اخرى، الدفرين الحمد لله زالوا. انا قلت لكم هذوك اللي شفتوا في الفيديو اللي قبل من هذا، اللي قبل من هذا اولا الاخرين ما بقيتش حق الله بزاف، قلت لكم بلي هذوك الدفرين الاخرين اللي عملت في راشيد شو كيزولوا، ماشي بحال الاخرين اللي كنت عملت جيل كيعمر الدفرين وكيبقى حتى كيطلع، لا هادو كتلصقهم داك اللصق ديالهم يعني خفيف وكتدوز بهم داك الخرجه ديالك ولا داك العراضه ديالك اولا اذا كنت غنصور شي حاجه. بعد ملي كنجي للدار كنحيدهم عادي جدا، وحتى في افتتاح ديال اسماء بيوتي كنت عاملاهم باش بنادم كيخرج محدق شويه كيعرف راسو غيتصور غادي هذا كون شويه منتك، ولكن انا كندخل للدار كنحيدهم. هانتوما شفتو دابا حنا جينا لاكادير حيدتهم البارح في اللي نيت هي اللي ترزاو هما وصافي باش طبعا ندوز الصلاه وداكشي كامل. البارح ماشي البارح والبارح عجبتكم التصويره في الانستغرام قلتوا لي شي حاجه نبدلها فيك، اللي كان نبدل فيها هو ان واحد شويه بداو الحنكات كيرجعوا كيف ما كانوا، حيت انا دائما كنت بالحنكين من بعد ضعفت. وشنو اخر هو ان المكياج كنت عامله غير الكحول، واليوم كذلك حتى الكحول ما عاملاهش. المهم الحواجب انا يعني كنعملهم داك جلد اناستازيا حيت كتقصيوني دائما، وباقا كنفكر بميكرو بلانديك ما يعني خوفانه منه، حيت كاين اللي قال لي ميكرو بلانديك يرجع من بعد الاثر ديالو كيرجع بحال غوص بحال فيولي، ما ننصحوكش تعملو. وانا بزاف الشركات كيدخلوا عندي كيقولوا لي نعملوا لك ميكرو بلانديك كونتر بارتي كاع يخلصوني كاشي باش نعمل لهم بيبليسيتي، وما كنتشجعش كنتخوف كنقول صافي منين بغيت نصاوب حجباني كنعمل لهم سوا داك الجلد اناستازيا عنده البانسو ديالو كتعمل في الجل هكذا وتعمل الفراغات، حيت انا كنخلي نفس الفورما ديالهم غير كنعمل الفراغات لان عندي لونهم مفتوح وخاوين شويه. دونك سينو كنعمل واحد البودغ كتعجبني حتى هي كاتريس، هي بودغ غير هي داك البودغ هذيك كتزول مع مي كتوضى ومن اولا عمتي ولا شي حاجه كتزول، ماشي بحال هاد الرجل ديال اناستازيا ما كيزولش، يعني تقدر تبقى تغسل وجهك توضى تبقى يومين ثلاث ايام وما يزولش هذاك الجل من الحجبان، يعني بحال دابا انا البارح كنت معدله حيت خرجنا وداكشي، ولكن اليوم ما تغسلت وجهي توضيت صليت ولكن ما كيزولش، هو خصك واحد البرودوي باش كتمسحهم باش كيزول وصافي. بالنسبه اللي كيبقى يتغانن في الانستغرام على داك الفوتو ولا عامله فون دو تا، انا ما جا حبيبه لا عامله فغاجو ولا عامله العكر غير ما كيبانش، راه ما عندها لا فون دو تا لا اونتي سير لا حتى حاجه. سمر محيحه كتقول لي يلا نخرجوا، انا غنمشي لعندها.
دونك الحمد لله انا وجهي الحمد لله رجع صافي، لان فون دو تقطعتو هذيك اكثر من 10 سنين في الايامات ديال مراكش وسبدوك، خصني كنا نخرج القسم معوطه وفون دو تان في وجهي مع داك الشمس مع داك الشيء كان كياثر داك الشيء على الوجه بصح المسامات، ولكن ملي كتقطع فون دو تان الحمد لله صوف الا كنت في شي مناسبه ولا تصور شي حاجه في التلفزيون ولا هذا ضروري كتعمل شويه، مي في الايام ديالي العاديه واخا كاع نكون معروضه ما كنعملش فون دو تان، اذا كنت انا ما كنعملش شويه اونتي سير، مي دابا ما عامله لا فون دو تان لا اونتي سير لا باراجو لا عكر لا حتى شي حاجه ما عاملها في وجهي، حتى في التصويره اللي شفتو كنت عامله الكحول هو اللي كنت عاملاه، حتى الماسكارا ما كنتش عاملاها، واللي بغى يتغنى اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، انا ما عنديش مشكل غير القنا ما كتبقاش وصافي، اما هو الماكياج ما عندوش اصلا علاقه برمضان ولا ماشي رمضان، الماكياج حرام في الايام والله كامله حرام، لان خصك اذا بغيتي تزواق ولا هذا راه داخل في الزينه في التبرج في داكشي، خصك داكشي يكون غير الراجل ديالك، وحنا الله يهدينا زعما باقي كيعجبنا نشوفوا راسنا مزيونين، ماشي كنزينون الرجال وانما كيعجبك تشوف راسك في الصوره مزيانه بريزونطابل، كاين الناس اللي كيمشي بالو بعيد كيقول لك اه وانت خارجه للزنقه وكتعمل الماكياج، لمن كتزوق راجلك في الدار واش ضروري خصنا نزوقو للرجال، انا كنكون بوحدي راجلي مسافر في الدار خصني نشوف راسي وجهي معوض شعري معوض، ماشي ضروري انني انا كنزوق من الراجل، كنكونوا ماشي مثلا حضارين الحضاور اونتر فام ولا اونتر في، مثلا في تطوان عندنا بزاف ديال العرسات والمناسبات كانوا فيهم غير النساء، دونك النساء كيحيدوا الحجاب كيكونوا عاملين الماكياج، دونك لمن هما مصاوبين شعرهم والماكياج عاودنا الرجال هما ما كيكونوش الرجال، دونك انا كيجيني الماكياج عنده علاقه ب ما عندوش علاقه زعما برمضان ولا ماشي مضر، لانه اصلا ما كيفطرش الماكياج ما كيفطرش، مع ذلك انا حيت ما كتكونش عندي كانه باش ما كنعملوش، واذا هذيك كنكون عامله طبعا كيكون باين بلا ما نقول لكم انا عامله، اما فوندو انا قطعها من شحال هادي دابا سمر محيحه فيقه طباها كاع غنمشيو نتقداو ورجعوا جبنا الكفه ديالنا معنا باش نتقداو ونرجعوا. اهلا هما الدريبات، عليكم السلام دريبات اكادير، باش نمشيو للسويقه ثم بغيتي حوتة تينا عجبك سكفيت هاد السردين لا 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 السويقه كتبدا من هنا ها هي سما لقيت خصب انا قلت له ما عنديش الصرف وطلب انا فابور هسه اكادير كريمي بيسرقاو السويقه ديال بيسرقاو ما كنعرفش ننطق الاسماء ديال هنا كاجو كتنقى انتينا فاطمه كنا كنقى في السوق لا انا كنقى باش نعدلوه كفته نورمالمون انا ملي كنشري في كازا كنقيوها لي تما هذه السوق مع سامر شويه خصها اكاجو شويه خصها الدرا وحنا ماشيين تشن العصير صافي دابا لالا سمر خصها التينه باش نوريكم التقديه مع العواول باش تعرفوني كيفاش كنتقدى في كازا ملي ما كيكونش باها هذاك الشيء كنمشي لي غون سيرفاس بحال كارفور مرجان لان السوق كاتاستروف يلا دابا خصها التينه دوزنا على الدرا اكاجو هذيك واقيلا حمضه دي ماتيشه صغيره مع لا سالاد كتجي مزيونه مع كفيته السردين برافو سمر شتي شكرا غناخذو كفيته ليكيش لان غنعملو ليكيش ديال الدجاج وديال الكفته حتى القزدر في السويقه وحنا سالينا تقريبا باقي شي حاجات غناخذهم من الحانوت بحال بحال شنو بحال شنو فاطمه بقيتنا بيض لا كريم فريش باش نعملوها في ليكيش صافي نكونوا سالينا واخا سخفتنا سمر انتما كتشوفوا هيدا كنكون انا في كازا ملي كنخرج نتقدى معاه بوحدي وصفالي كيكون مسافر هاديك شي واخا زعما السوق نورمالمون في هاديك شي طريق كثار ولكن جو بريفير نمشي لي غون سيرفاس كيكونوا كليماتيزي كنجلسها في الشاريو كنلهيها بشي حاجه باش كتقد على خاطري، اما في السوق والو صعيبه ميسيون امبوسيبل
هذا مكان هاد الجليبه مزيونه هي سمر كتبان معايا هاد الجليبه هي مزيونه ديال فاطمه طلعتيني غير شي جليبه هيدا سوقيه هي خرجت لي جليبه مزيونه جباتني الثوب ديالها وديك الزواق اللي فيها ودابا جينا للحانوت بقات خصها كره ها هي كره صافي دابا خدينا من الحانوت لا كريم فريش سواء غنحتاجوها في ليكيش كريم فريش راه فاطمه انا ماشي هادي اللي كنستعمل هادي سونترال المهم تنوريها لكم مع لا غوسيت ليكيش لكن انا ماشي هادي اللي كنستعمل هادي كنستعمل انا ما كتباعش في الحوانت كتباع غير في لي كونسيو ولا ما كنعرفش كنقلبوا عليها تما ساكنين عائلة فارك في هذيك العمارات احنا من بعد ما طلنا ارتحنا شوية مع تمارة السويقة هادو هما المكونات اللي يعني ساهلين بزاف كيقدروا يكونوا في اي دار هنا عندنا الطحين نقدروا من جوج زلافات حتى جوج ونص ديال الطحين البيضات هنايا كاين جوج ولا ثلاثة اللي غنخلطوهم مع العجينة مع الطحين وكاين جوج بيضات اخرين اللي غادي نخلطوهم مع لا كريم فريش وعندنا زبيدة حتى هي غادي نعملوها مع العجينه دونك العجينه كدير غير البيض والطحين شويه المليحه والزبيده ها هي المليحه اصلا هاد الوصفه كتدي غير الملح والابزار يعني ما عندكمش فين تلفوا وبيان سور عندنا البصيلات اللي كنقطعوهم طوالين شويه وكنعملوهم في المقيله مع الزبيده حتى ينعسوا مزيان وكنعملوا جوج الانواع ديال الكيش حنا عندنا اليوم بالجداد وبالكفيته عاود جداد والكفيته نوتر كتجي معاهم غير الملحه والابزار وتعسلوا مع البصيله ولا كريم فريش ها هي نورمالمون انا كنستعمل لا كريم فريش ديال لي غونتي فاس بحال اللي قلت لكم داك الكبارين اللي كيجيو في الكراطن وملي كنمشي للشمال كنجيبها من زبته سينو هنايا في اكادير لقينا هادي وبزز ما شحال من حانوت شفنا عنده باش لقينا دونك هادو هما المكونات كاملين اللي غادي تحتاجو ساهلين وكاينين في اي دار بايوب كيضحك عليا كيقول لي غنعملوا لهم بحال هكدا حيت نسيت ما قلت لكم شي هادو كاين اللي عنده كبارين كاين اللي عنده صغارين كاين اللي عنده ديال اينوكس ديال الومنيوم اللي بغيتو المهم اللي عندكم في الدار استعملوه هادو كيجيو مزيونين بليكيش وكيخرجوا دغيا ما كيلصقوش حتى هادو غير من السويقه شريناهم دونك هنايا في البانيو عندنا جوج زلافات الطحين بحال اللي قلت لكم جوج حتى جوج ونص مليحه غير بحال هكدا شويه صافي والزبده ها هي جوج حتى ثلاثة انا عملت ثلاثة ها هما دونك انتما كتشوفوا العجينه سهله بزاف فيها جوج البيضات الملاح ثلاثة معالق زبده جوج زلافه د الطحين وغير باليدين ديالنا من بعد ما كنغسلوهم طبعا مزيان كنطلعوا العجينه صافي العجينه انتما شفتوني ما حتى حاجه غير البيضات جوج الملاح الزبده كتجينا بحال هكا دونك هادي البصيله فيها بحال اللي قلت لكم في الزبيده بطحانيه شويه ديال المليحه شويه ديال البزيار واللي بغى يزيد واحد شويه جس كنجبر ما فيها بس على حسب الذوق ديال كل واحد ملي البصيله ديالنا كدات مع شويه كنزيدو عليها الجداد ها هو هذاك الشيء قلت لكم اذا بغيتو تزيدوا شويه ديال السكنجبر لان الدجاج حنا عارفين كاملين كيبغي السكنجبر مشتو هادي بصله واحده عملنا كانوا هنا جوج واحده عملناها مع الجداد وهادي غادي نعملوها مع الكفيته وهادي العجينه قالت لي فاطمه قاصحه شويه زدنا لها شويه الزبيده باش ترطب تبقى شي قاصحه دونك عينكم ميزانكم هذوك البيضات كانوا غير صغارين دابا ملي كتشوفوها قاصحه شويه كتزيدوا لها زبيده واذا شفتوها باقا رطبه كتزيدوا لها الطحين دابا العجينه ديالنا من بعد ما رطبت شويه بالزبده عملناها بالسلوفان باش ترتاح واحد ربع ساعة حتى نص ساعة ترتاح واحد شوية على بد من نطيبو الكفيتة والدجاج ديالنا مع البصيلة والدجاج طبعا هذا البلون فولي قطعوه غير بالمقص ولا بالمص غير وردي مقصو بحال هكدا صغار باش يجينا فليكيش مزيان ما يكونوش لي مقصو كبار دابا باش ما نضيعوش الوقت عملنا جوج المقالي هذه مقلة اخرى عاو فيها نفس الشيء البصيلة زبيدة مليحه حتى هي الابزار نتوما عاوتاني بغيتو تزيدو شويه السكنجبير ما بغيتوش غير الملح والابزار بركه وصافي غنعملو دابا الكفيته ديالنا تما باش ما نضيعوش الوقت نفس الشيء دابا كيف ما كتشوفوا ها هما الكفيته ديالنا بالبصيله جداد بالبصيله
واش دين العجينه ديالنا باقي كتخمم. دابا غادي نمشيو نعدلو لا كريم فريش الزبيده والبيضات باش نطلعو بحال البيشاميل. كيف كتشوفوا عملنا هنايا ثلاثه البيضات وزيت واحد الكاس ديال العنبه ديال الحليب، نسيت ما عطيت لكم شي مع المكونات باش كتجي جاريه شويه حيت لا كريم فريش هادي قصحه ماشي بحال داك لا كريم فريش اللي قلت لكم قالت الكراتن، هادي كتجي مجموعه ماشي بحال اخرى كتكون خفيفه، ما كنحتاجوش اننا نزيدو لها الحليب. هادي بما انها بحال هكذا مجموعه بحال دانون دونك كنزيدو لها شويه الحليب باش كتخفف. احنا عملنا ثلاثه المعالق ديال لا كريم فريش، ها هي نص معلقه ديال الابزار، واذا بغيتو تزيدو سكنجبير بحال اللي قلت لكم كيبقى الاختيار كل واحد، نص معلقه ديال السكنجبير ورس معلقه عاوتاني ديال المليحه. هذه ما عطيتها لكمش مع مقادير لاننا ما كنعدلش، فاطمه قالت لي كتجي مزيونه، واذا بغيتي تعدل معلقه ديال المايزينا مع هاد المكونات ديال البشاميل، معلقه ديال المايزينا. وباش نقول لكم واحد الحاجه، قليل فين كنطلع بشاميل في الدار، لان اغلبيه كنشري داك الساشيات ديال البشاميل اللي كيتباعوا في مرجان في كارفور، حتى نوريهم لكم من بعد الصوره نخليها لكم في الاخر. راه ديجا شاركت معكم شحال الوصفات بحال غراتان وداكشي كنعمل فيهم، هذاك البشاميل كتجي غبره كتخلطها غير مع الحليب وكتطلع دغيا حيت كيكون الوقت ضيق وداكشي ما كنبقاش نطلعها في الدار. حنا حيت الوقت زرب علينا باش عملنا غير نص ساعه، هي كل ما ارتحت بزاف كل ما احسن، ما قدرناش نعملوها قبل ما نخرج للسويقه لان كنت غادي نرجع نصور، دونك ارتحتنا دابا واحد نص ساعه. دابا كنطلقوا العجينه ديالنا باش نبداو نعملوها في هادو. هايدا كيف ما كتشوفوها ما هي رقيقه ما هي غليظه بهذا الحجم هذا، المهم كل واحد يعملها كيف ما بغا. كتجيبها فوق هذه وكتعمل بحال هكذا، كتقطع كتسكي على الجوانب وصافي كتعوضها بحال هكذا. هادشي اللي كاين دابا نطلقوا المجموعه هادي ونعاودو نطلقوها عاوتاني. هادي اللي عندنا واجده ممكن نعاودو نفس العملية، جيبوها من تحت بحال هكدا تتشد بلاصتها ونسكيو على الجناب. ديوش علينا عيانين وصايمين. الفرماج غابي نسيت ما هضرتش عليه، ها هو حيت غيكون من الفوق. وحنا دابا علينا نساليو، كنجيو مثلا هذه اللي بالكفته نعملو جوج المعلقات حتى ثلاثه على حسب واش بغيتوها عامره ولا لا. دونك دابا اللي بغى يوقف في هاد ليطاب هادي اللي كان غادي يخزن في الفريغو، دونك كيخبعها كيف ما هي بالعجينه ديالها بالكفته البصيله بلا ما يزيد لا كريم ديالنا، سينو اللي غادي يطيبو المهم سينو اللي غادي يطيبو من دابا يعني في الفران. غادي نزيدو معلقه ها هي بحال هكذا. انا في الفران في الدار كنعمل 250 حتى 300، فاطمه قالت لي كتعمل هنايا ماكسيموم لان الفران بارد شويه. صافي كنشعلو الفوق والتحت كنحشوهم يطيبو. فاطمه كتساوي بالحريره حنا معطلين شويه، دونك كنعملوهم يطيبو في الفران واحد نص ساعه حتى نخرجوهم من الفران، عاد نعملو فوق منهم الفخوماج غابي لانه اذا دخلناهم من دابا بالفخوماج غابي كيذوب وما كيبقاش يبان، دونك حتى نخرجوهم من الفران ونعملو لهم الفخوماج ونشدو عليهم فران مطفي غير باش داك الفخوماج كيذوب في ديك السخونيه ديال الفران. ها هما بحال هكذا يطيبو واحد نص ساعه بدرجه انا قلت لكم ما بين 250، اللي بغى يعمل كثر باش يطيبو دغيا نص ساعه، ومن بعد نزيدو فخوماج فوق منهم ونطفيو الفران ونخليو داك الفخوماج يذوب شويه وشهيه طيبه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه لي ما عندوش هذوك اللعيبات صغيورين بالالومنيوم ولا ديال الانوكس، هي واش هاهم وما لقاهمش ولا ما بغاهم اليوم وما قدرش يستنى تيشريهم، يمكن لكم تعملوه غير في المول على كذا. العجينه كتجي عجينه واحده وتعمروها باش ما بغيتو، يا اما عملوا مثلا نص هيدا بالكفته نص بالدجاج
ولاصوص من الفوق وعمره بالفخوماج وحشيوها في الفران كيجي يا سلام. حتى هو يعني ماشي ضروري يبقى تعمر واحده بواحده على حسب الوقت على حسب واش عندك ولا ما عندكش. ها هما تحمروا شويه لان فاطمه كتجي هذا الفران. يعني نتوما انهم غير اذا بغيتوا يبقاو ثلث ساعه حتى نص ساعه يعني بدرجه الحراره 200 حتى 250. المهم ثلث ساعه 250، نص ساعه 200. دابا ماكسيموم هاد الريزلت هذا خديناه في 4 ساعه. راه بحال اللي قلت لكم هادو ما كيلصقوش كيزولوا دغيا تقلبا غير هكذا بحال هكذا كيزول. ها هما مزيونين. نقول لكم واحد الديتاي مهم هنا هو انه اذا جهدتي العافيه بحال اللي كتعمل فاطمه كيطيبوا دغيا وكيطيبوا مي كتعض كتجبرها مقرقشه بحال لا بات بيتزا اللي كيبغيها عاوتاني مقرقشه. سينو واذا عملتي العافيه ناقصه يعني الفرن ناقص وخليتيهم ثلث ساعه نص ساعه كتجي لا بات رطيبه، يعني على حسب كل واحد كيف كتعجبو واش رطبه ولا مهشجه. مالي كيش كيجيو بحال هكذا هاك في السردين هادو ديال النخال راهم مصاوبين في الضرب. لك كريب كاينين بالعسل وبالشوكولا، هادو فيهم من داخل الكفته والخضره. هذا بطبوط اللي كنقولوا له حنا خبيزه المقله، وهذه خبيزه حلوه. هنا في الطبيله كاين هاد الشباكيه هادي في الفرن، يعني صحيه ما فيهاش الزيت طيبه في الفرن. هذا العصير عاد لا تنطط نريمان فيه اللاتشينو وفريسه والبنان. هذه الحريره واش هي طيبه